والمزيد من المتابعة بشأن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان دكتور عمر العاني، نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين. مرحبا بكم دكتور عمر. إذن بصفتكم نائب مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين، تفضل بإطلاعنا أكثر عن فعالية حفل اليوم الذي أقامته هيئة علماء المسلمين في كلية الخوارزمي. نعم، حياكم الله أخي الكريم، وحيا مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. اليوم بحمد الله ومنه تم إقامة حفل التكريم السنوي الأول للطلبة المتفوقين في الجامعات الأردنية تحت شعار تفوقي استحقاق وتميز. وشاركت في هذه الاحتفالية 6 جامعات أردنية ممثلة بوفودها، وهي جامعة عمان الأهلية وجامعة جرش وجامعة إربد الأهلية وجامعة الإسراء وجامعة فيلادلفيا وكلية الخوارزمي، وهي الجامعات في الحقيقة التي تم عقد شراكة علمية معهم. وتم ترشيح الطلبة المتفوقين من قبل الجامعات ليتم تكريمهم من قبل فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري راعي الحفل اليوم. وحاضر هذا الاحتفال أساتذة الجامعات وشيوخ العشائر ووجهاء البلد، فضلا عن طلبة وجمع كبير من الجالية العراقية في الأردن. هنا يتحتم علي أن أذكر أن جميع المتحدثين من الجامعات الأردنية أثنوا على مستوى الطلبة العراقيين في جامعاتهم وعلى خلقهم الرفيع، مثمنين في نفس الوقت تكريم الهيئة للمتفوقين في جامعاتهم، وهذا يدل على مد الجسور مع شريحة الطلبة الذي هو جمهور القسم المهني. إذن دكتور عمر، يعني كيف تقيمون هذه الفعالية وما الأنشطة التي يقوم بها القسم المهني في الهيئة في السياق نفسه؟ تأتي هذه النشاطات ضمن سياق دعم الطلبة بكل أشكال والمتفوقين منهم بوجه خاص، وتذليل الصعاب التي يواجهونها، زيادة على مد جسور التعارف معهم وفيما بينهم. أما ما يخص الأنشطة بهذا السياق فهي كثيرة ولله الحمد، حيث أقام القسم المهني في الرابع من الشهر الحالي الملتقى الأول لطلبة العراقيين في الأردن، وأتبع ذلك باحتفال يوم. وهناك نشاطات يعني جديدة أخرى تم طرح بعضها مع الجامعات المشاركة في احتفال اليوم، سنقوم بها بإذنه تعالى. أشكرك الشكر الجزيل. من عمان هاتفيا دكتور عمر العاني، مسؤول القسم المهني في هيئة علماء المسلمين.